بالنسبه في اي معوقات قابلتك انتوا جاي تترشحي من اهلك من اي حاجه كده؟ لا 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 ولا اي حاجه. طب بالنسبه للهجوم اللي شن ضد حضرتك بيقولوا انك انت اخوانيه والكلام ده، في حد قال كده؟ لا، في بعض الناس بتقول كده بس. بيقول لك الكلاب تعوي والقاهره تسير، لكم مش على اي تعليق بيجي، كل واحد بيطلع باصل تربيته ايه. طب بالنسبة يا فندم، في خطة محددة هتقومي بيها في دورك في الانتخابات البرلمانية لو نجحتي؟ البرنامج بتاعي أول حاجة الصحة، اللي أنا رحت لبعض الأطباء المتواجدين داخل الدايرة بتاعتي، اتفقت معاهم اللي هم كل طبيب متخصص وعمل تحاليل ياخد 10 حالات مجانية تعالج ويتعمل لها تحاليل مجانية شهرياً، ورحت للصيدليات الكبرى تم الاتفاق معاهم بتوزيع العينات المجانية بأسمائهم بأسماء الأدوية اللي